وطبعا لو عايز تعرف هتحمل الألعاب دي ازاي، بسيطة. عارف انت لو ما فهمتش يبقى انت ما قعدتش على الكمبيوتر قبل كده. والاول مرة يا سيليكونز فيديو النهاردة جيمينج، وهنتكلم عن احسن 5 ألعاب لعبتهم في حياتي. عايز اقولك ان في ألعاب منهم غيرت حياتي، غيرت تفكيري، غيرت اختياراتي، غيرت حاجات كتير. ويجي ناس في الاخر تقولك الألعاب دي للأطفال ومش عارف ايه. يلا نخش على الـ5 ألعاب على طول. وطبعا هنبدأ ترتيب الألعاب تنازلي من الأقل لأحسن لعبة لعبتها في حياتي. طبعا ده هيكون صعب جدا، فهنبدأ في المركز الـ5 ومعانا Resident Evil 7 Biohazard. اللعبة دي حرفيا ساحرة. اللعبة دي اول حاجة لعبة رعب، فانت لو اقل من 18 سنة وممكن 20 سنة كمان ما تلعبهاش. اللعبة دي حرفيا خرافية. اول حاجة منظور الشخص الاول، وفي سلسلة Resident Evil كان كل الاجزاء اللي قبلها اغلبها منظور الشخص الثالث، ودي كانت اول احسن تجربة منظور الشخص الاول. وكمان قصتها مش عادية، قصتها جميلة جدا. بتكلم عن ايسن ومية، وطبعا مش هحرق لكم. عموما ايسن بينقذ مية، بس كده ده اللي انا هقوله عن القصة عشان اللي لسه ملعبش اللعبة دي، فهي قصتها رهيبة جدا. وطبعا هيكتشف اول او انت هتكتشف في اول بداية اللعبة جاك بيكر واسرته المعتوهة المتخلفين عقليا، وعمرك ما تنسى اللقطة وهم قاعدين بياكلوا. طبعا مش هقولك ايه اللي حصل. وطبعا بعدها بعد ما تخلص ايا كان اللي هيحصل بقى، هتواجه شخصية لوكاس. وشخصية لوكاس دي شخصية رهيبة بصراحة، من احسن الشخصيات اللي قابلتها في عالم الالعاب بصراحة. كان فيه كاريزما رهيبة زي نيجن كده في مسلسل The Walking Dead. وبعديها على اكتر حتة مرعبة في اللعبة، وهي مرحلة ايفلين. وطبعا مش هقولك ايفلين دي ايه او مين او ايه اللي هيحصل، بس المنطقة بتاعتها مرعبة جدا. طبعا مميزات اللعبة دي جرافيك بتاعها رهيب بطريقة جميلة، جرافيك جميل. طبعا بتتميز بان اللعبة الماب بتاعها سوداوي، بس ستيل الجرافيك رهيب بامانة. وكمان اللعبة حرفيا الرعب فيها من عالم تاني. لعبة عشان منظور شخص اول، مختارين وحوش فعلا واماكنهم موجودين ازاي، فهي لعبة متكاملة الاركان، لعبة رعب واكشن رهيبة. وطبعا منظور الشوتجن وانت بتضرب بالشوتجن رهيب، وانت بتضرب بالبيستول، وهي لعبة من اولها لاخرها بصراحة جميلة جدا. ورشحها لاي حد عايز يلعب لعبة رعب جميلة وكاملة حرفيا. ونتجه للعبة رقم 4، واللعبة رقم 4 معانا، وهي استغفر الله العظيم اوف وور راجناروك. اللعبة دي انا مش عارف اوصف جمالها ازاي، بس قبل ما اوصف جمالها حابب اقول تحذير، اللعبة دي فيها يعني هبد ديني فشخ. فطبعا ما تصدقش في اي حاجة لو هتلعبها كأنها قصة اطفال، يعني ما تصدقش الكلام ده ولا تفكر فيه ولا انه ممكن يكون حقيقي والكلام ده. تمام، خلصنا التحذير. القصة زي ما قلنا هبد اديان، ففكك منه. فنبدأ بقى في اللعبة نفسها، واللعبة نفسها بتبدأ بشخصية كريتوس وابنه تريوس. اللعبة فيها اجزاء كتير قبل كده، بس ده اكتر جزء اعجبني. وبنبدأ في مدينة ميدجارد الباردة، او عالم ميدجارد الباردة، لان اللعبة دي عوالم ومش هفصل اكتر من كده عشان ما احرقش حاجة. اللعبة دي اكتر حاجة عجبتني فيها قصتها العميقة جدا جدا. انت كل ما تكتشف حاجة وتقول واه يا الحاجة دي ازاي كده، تلاقي في تفاصيل اتشعبت وبقت اللعبة متفصلة اكتر بكتير. فقصتها بصراحة جميلة، الشخصيات اللي فيها كويسة جدا بالنسبة كتركيبها وكوجودها اصلا في القصة، نسبة وقتها والصوت بتاعها. وطبعا ما تنسوش كريتوس وهو بيقول او بوي. بوي بتاعت كريتوس غير اي بوي زي ريد ديد ريديمشن 2 برضو لما بيقول الكلمة دي. فبصراحة ميزة اللعبة دي بالنسبة لي قصتها، زي ما بقول لكم القتال فيها زي الاجزاء السابقة، بس طبعا دروع اكتر وحركات اكتر واسلحة اكتر. كمان فيها الغاز واستكشاف، كان فيه برضو زي الاجزاء السابقة، لكن زودوا عليها استكشاف برضو مميز وجميل جدا في الجزء ده. وكمان اللعبة دي الجرافيك فيها رهيب جدا، وطبعا زي ما واضح قدامكم فاللعبة برضو متكاملة جدا، ما عدا نقطة الهبد الديني اللي انا بقول لكم عليها دي، عشان كده جت معانا في المركز الرابع.
واللعبة اللي في المركز الثالث معانا وهي The Walking Dead Season 1. طبعا ناس كتير هتستغرب انت جاي من الالعاب الفطاحل دي وجاي اللعبة الجرافيك بتاعها بطاطا حرفيا، يعني رسمة بالقلم الرصاص. انا عايز اقولك حاجة، انا كنت بقول نفس البق ده قبل ما نجرب اللعبة دي، ولكن لما جربتها انا بصراحة متردد جدا اصلا احطها في المركز التاني ولا المركز التالت، بس هتعرفوا ليه حطيتها في المركز التالت. لكن هي لعبة اسطورية حرفيا، دي اكتر لعبة علمت في دماغي وفي ذاكرتي وعمري ما هنسى كليمنتاين ولي ايفرت. اللعبة دي يا جماعة بتخش قلبك، بتخش في مشاعرك حرفيا، يعني بتحس انك مسؤول. لو انت طبعا ما عندكش اطفال بتحس انك مسؤول، وفي الاخر نهاية القصة انت بتتصدم، وهي دي اللي هتعلم في قلبك حرفيا وفي ذاكرتك وعمرك ما هتنساها. اللعبة فيها شخصيات كتير وكل شخصية واخدة حقها وممتازة، زي طبعا لي ايفرت وكيني، في شخصيات تانية كتير. طبعا زي ما قلت لكم ممكن يكون عيب اللعبة دي هي الجرافيك بتاعها، لكن القصة بتاعتها حرفيا اسطورية رهيبة، انت لو لعبتها عمرك ما هتنساها. ولو شفت المسلسل، انا شفت المسلسل بسبب اللعبة دي مش العكس، اللعبة قصتها احسن من المسلسل بعيدا عن ازاي وليه، بس ده اللي انا حاسه. لعبة انا لو قعدت امدح في قصتها مش هخلص، في ترابط القصة في تسلسل الاحداث، فهي لعبة رهيبة جدا، واللعبة دي انت ممكن تعيط في نهايتها، وده ما تستغربوش، انت لو ما عيطتش هتحس انك ما عندكش مشاعر او يعني احساسك قليل شوية. فمش عايز احرق اكتر من كده، لان زي ما قلت لكم اهم حاجة فيها قصتها، وقصتها الاسطورية بصراحة. ولازم لازم، هي كده كده لعبة مش طويلة، لازم لو انت في عالم الالعاب لازم تلعب اللعبة دي. ونيجي للعبة اللي في المركز الثاني وهي Detroit Become Human. اللعبة دي حرفيا هي عايزة توصل رسالة بعيدا عن القصة بتاعتها، ان يا جماعة خليكم بشر، ما تعملوش اي حد وحش، بلاش عنصرية. وبصراحة نجحت جدا في اللعبة دي، بينت قد ايه ان في ناس سيئة جدا وناس حرفيا ممكن تأذي ناس لاسباب تافهة جدا. فنبدأ في اللعبة وهي في مدينة ديترويت الامريكية اللي حصل فيها ثورة صناعية رهيبة، لدرجة ان شركة اسمها سايبر لايف حققت حلم البشرية انها تمكنت من صنع آلات اندرويد، روبوتات من الاخر، لكن الروبوتات دي شكلهم زي البشر بالظبط، لكن هم بس متبرمجين ان هم يعملوا اعمال معينة زي مثلا اعمال منزلية او مساعدة راجل مسن وهكذا. لكن في الاخر من قساوة وحقارة الانسان للأسف، ومن شدة ظلمه سواء للاندرويد اللي هم الالات، يعني اللي انت هتكتشف ان هم اسمهم اندرويد في اللعبة، هتكتشف ان الاندرويد دول برمجتهم بدأت تبوظ، وبدأوا من الذكاء الاصطناعي ان هم يتعلموا ان ده غلط وده صح، وبدأوا ان هم يواجهوا الانسان. لكن طبعا مش عايز احرق لك ايه اللي حصل. اللعبة دي فيها ثلاث شخصيات ماشيين بالتوازي مع بعضهم وفي الاخر هيتقابلوا. نتكلم عن اول شخصية وهو المحقق كونر الرهيب، حرفيا الشخصية دي برضو من احسن الشخصيات في الالعاب، عندها كاريزما رهيبة، ذكاء، مهماته ممتعة جدا وفيها مغامرات. طبعا مش هننسى الملازم هانك الرهيب وموقفه اللي عمري ما هنساه، انت عارف المعلومات دي احطها فين؟ بعتذر يا حضرة الملازم، بس انا مصمم، التعليمات بتنص اني لازم ابقى معاك دايما. اقول لك فين تحط التعليمات دي؟ ايوة فين؟ اللقطة دي رهيبة بصراحة. وطبعا اللعبة فيها دبلجة وكمان ترجمة عربية، فعشان كده اللعبة دي حطتها احسن من
ذا ووكينج ديد. ليه بقى حطيتها احسن من ذا ووكينج ديد؟ لان زي ما قلت لكم اللعبه مدبلجه ومترجمه، وكمان هنا بقى الجرافيك في عالم تاني. جرافيك اللعبه دي بامانه يعني رهيب، قوي جدا حرفيا. تفاصيل البشره، تفاصيل الوش، تفاصيل الجسم كله حرفيا خرافي، تفاصيل العين، تفاصيل العالم نفسه، العالم نفسه الجرافيك بتاعه مش منطقي، تحس ان ده عالم فعلا حقيقي 100%. ونتجه للشخصية التانية وهي ماركوس المظلوم من ابن الراجل اللي شغال عنده، اللي كان الراجل اللي شغال عنده ده بيحبه جدا. ونيجي لاخر شخصية وهي تارا اللي كان شغالة عند راجل عنده ابنها، والراجل ده وحش جدا مع بنته وهي بتحس بمشاعر الامومة. وطبعا مش عايز احرق لكم اكتر من كده، لكن اللعبة دي قصة اسطورة، جرافيك رهيب، وفكرة كويسة جدا انك تطبقها من حيث الناس تتعلم منك، مش كله قتل وخلاص. لأ، لعبة 10/10 بالنسبة لي. ونيجي لصاحبة المركز الاول بجدارة وهي انشارتد 4. طبعا انا هشوف هجوم كبير جدا عليا دلوقت، لكن دي قناعاتي وما عنديش مشكلة هجوموا عليا في التعليقات. لكن اللعبة دي حرفيا هي اللي دخلتني عالم الالعاب، فعشان كده خدت معايا المركز الاول. مش عشان هي دخلتني عالم الالعاب بس، اللعبة دي اسطورية في كل حاجة. عندك قصة 10/10، تسلسل احداث 10/10، جرافيك من 2016 ولغاية دلوقت في 2024 بالنسبة لي بينافس على احسن جرافيك لعبة في العالم. طبعا دبلجة بالعربي وترجمة ممتازة، وفويس كأوفر أول، سواء شخصيات سواء موسيقى 10/10، سواء عربي أو إنجليزي. فأنت عندك لعبة متكاملة، قصة رهيبة، عالم زي ما قلت لك بجرافيك أسطوري وعالم رهيب. بتتنقل من المهمة دي، من الدولة دي للمهمة دي، البرج الساعة، اللي بتتجه للعالم العربي، اللي بتتجه للمزاد. حرفيا حاجة فوق الوصف، يعني رهيبة جدا. وبعدين في الاخر وانت بتدور على كنز هنري ايفري، وفي الاخر اكتشف ان هنري ايفري ده فعلا اصلا قصة حقيقية مش لعبة وخلاص. وبطل اللعبة هنا نيثن دريك ومعاه اخوه سام دريك، والشخصية الثالثة المساعدة بالنسبة لهم وهو هيكتور سوليفان. اللعبة زي ما بقولك كلها مميزات. ممكن عيب وحيد، ولكن ده انا مش مهم بالنسبة لي، لان اللعبة وظفت عالمها بشكل ممتاز. ان اللعبة دي لو كانت عالم مفتوح كان ممكن تكون الافضل في التاريخ، لان زي ما قلت لكم البيئة، العالم نفسه، القصة 10/10، الجرافيك، كل حاجة في اللعبة دي ما فيش حاجة ناقصة، فيش ثانية ملل، بالعكس انت كل حاجة، حتى الكات سينز ممتعة جدا. اللعبة طويلة كفاية، مش قصيرة ومش طويلة قوي انك تزهق منها. فلعبة بصراحة 100/10 بالنسبة لي. وكده كان معانا احسن 5 العاب لعبتهم في حياتي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم انزلوا اكتبوا لي في التعليقات هل عايزين تكمله العاب. طبعا في العاب كتير بالنسبه لي كان نفسي احطها في القائمه، لكن للاسف هم 5 العاب بس. وممكن كمان انزل لكم مثلا العاب حروب او العاب رعب بس، فلو عايزين حاجات زي كده اتمنى تكتبوا لي في التعليقات. كان معاكم سيليكوم محمد، مع السلامه.